العنصر من العناصر اللي ملي كنقولوا الرموز والعلامات، حنا ربما ما كنمشيو لاشياء اخرى، ولكن كاين الرموز والعلامات اللي هي مرتبطه بالهويه، بحال مثلا هذا البابي اللي كنا كن يعني في الاسواق القديمه كيتباع فيه التمر والكاوكا واللوز، مرتبط بطقوس هذه هو انا استلمت منه هذا العنصر هذا اللي هو اساسي كعمل فني، مرتبط بالجذور ديالنا والتقاليد ديالنا والطقوس ديالنا الاقتصاديه والتنمويه. ملي درت هذا يعني راه في واحد البعد ديال الفرح، بعد ديال الترحاب اللي كيكون عند الانسان المغربي ولا الانسان السوسي، انه ملي كتمشي عندو للدار شنو كيحط لك التمر، كيحط لك عملو، كيحط لك الزيت، كاوكا واللوز، ولكن كنساو هذاك الجوع لانه هو اللي كيغلف هذاك العناصر ككل. رشيد فسيح، فنان تشكيلي واستاذ الفنون التشكيليه من مواليد اكادير. اليوم حنا في رواق اولهاو اللي هو واحد الفضاء يعني هندسي استقل العناصر ديالو من الهندسه المعماريه الامازيغيه الاصيله بسوس ماسا. ككل المغاربه الطقوس الرباداريه هي الاجواء العائليه داخل البيت، واحيانا العمل داخل المرسم من اجل يعني الاعداد لهذا المعرض، وبطبيعه الحال هو معرض روحاني لانه فيه هذا البعد الروحي، خصوصا بعد الاعمال اللي كنت واحد الوقت كاع استلهمت فيها بعض العناصر ديال يعني المخطوطات القديمه اللي كانت عند يعني الطلبه في سوس، اللي حتى هي عناصر ايقونيه اللي من الرموز ومن العلامات يعني اللي كنهضروا عليها في, 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 في يعني في الثقافه المغربيه بصفه عامه. وكانت واحد الوقت عاوتاني واحد النوع ديال التصوف في الاشتغال على اللون الابيض والالوان اللي هي شيء ما يعني نورانيه، فترات اخرى كيكون اشتغال على 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 ابحاث وعلى مواضيع اخرى اللي فيها الانسان كذلك كيستحضر الانسان كوجود ديالو في هذا في هذا في هذا الخضم ككل، والحبولة ديالو الثقافية والعادات والتقاليد إلى غير ذلك. دونك كل هذه العناصر هذه كنستحضروها في هذا الشهر الفضيل، لأنه بالنسبة لنا حنا أنه نديروا معرض، عادة اللي كيدير المعرض ما كيديروش في فترة ديال رمضان، ولكن حنا يعني تجرأنا على أساس أنه يكون معرض روحاني، معرض عنده أبعاد ثقافية، عنده أبعاد رمزية، عنده أبعاد هوياتية، عنده أبعاد مرتبطة بالانتماء، مرتبطة بالارتباط بالأرض، مرتبطة بالارتباط بالجذور اللي هو العنوان ديالو الأساسي. الإمام الجيمي، فنان تشكيلي من أكادير. يندرج هذا المعرض ضمن أنشطة رمضانيات الجماعة الحضرية لأكادير. المعرض يتضمن أعمال تشكيلية للفنان التشكيلي رشيد فسيح وعبد الربي الإمام الجيمي، والموضوع ديال المعرض هو موضوع جذور، لأن المواضيع اللي كنشتغلوا عليها أنا والأخ رشيد كنشتغلوا على جذور الفن التشكيلي في المغرب. أنا كنشوفه من زاوية ما قبل التاريخ، من البدايات الأولى اللي خلى الفنان على النقوش الصخرية والصباغة الصخرية وهذا والتطور ديالها، وكذلك الاخ رشيد كيتكلم على التطور ديال العلامات والرموز في الفن الامازيغي، وانا تتكلم عن تطور الفن التشكيلي ما قبل التاريخ من التشخيص الى التجريد والكتابه الليبيه الامازيغيه اللي معروفه الان بتيفينغ. هذا هو بالمجمل يعني مضمون المعرض المشترك بيني وبين الاخ رشيد فسيح. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي، تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.